بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. يا حي يا قيوم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم. يا ملك يا قدوس يا كريم يا سلام يا مؤمن يا كريم. يا مهيمن يا عزيز يا كريم يا جبار يا متكبر يا كريم. يا خالق يا بارئ يا كريم يا مصور يا مفيد يا كريم. يا بعيد يا قريب يا كريم يا مجيب يا رقيب يا كريم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. حي يا قيوم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا ملك يا قدوس يا كريم يا سلام يا مؤمن يا كريم يا مهيمن يا عزيز يا كريم يا جبار يا متكبر يا كريم يا خالق يا بارئ يا كريم يا مصور يا مفيد يا كريم يا بعيد يا قريب يا كريم يا مجيب يا رقيب يا كريم فلولا إذ قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين يا حي يا قيوم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا ملك يا قدوس يا كريم يا سلام يا مؤمن يا كريم يا مهيمن يا عزيز يا كريم يا جبار يا متكبر يا كريم يا خالق يا بارئ يا كريم يا مصور يا مفيد يا كريم يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا كريم فلولا إذ
بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.